يا هلا ومرحب فيكم مشاهدينا في حلقتنا اليوم من برنامج 7 على 7، ونطلع عليكم عبر قناة الفجيرة في مواضيع متنوعة. بداية نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ونقل سموه تعازي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فخامة محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة الرئيس التونسي الراحل. وجرى مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل بالقصر الرئاسي في ضاحية قرطاج في العاصمة تونس بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى لدولهم. والحين بنروح لمواضيع حلقتنا اليوم، وأول موضوع معنا الذكرى 35 للعلاقات الإماراتية الصينية، وأيضا بلدية مدينة أبوظبي تنظم حملة تفتيش على مساكن العمال المؤقتة، وأيضا المستجيب الكهربائي السريع الدراجة والسيارة الكهربائية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأيضا ويانا اليوم المخيم الصيفي الثقافي في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة دبا الفجيرة، وبنتحدث أكثر عن موضوع الغش التجاري، وأخيرا ورشة السينوغرافيا في دورة عناصر العرض المسرحي. والحين بنروح في أول فقرة لحلقتنا اليوم لبطولة الكولزون لرماية الشوزن في 2019، واللي أقيمت مساء الجمعة الماضي بنادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة 150 رامي، وللتعرف أكثر مع بعض في هذا التقرير. والله الهدف من رعاية البطولة هو تشجيع، أول شيء تشجيع الجهات المنظمة كمثل نادي الرماية على إقامة بطولات، واستقطاب عدد كبير من أفراد المجتمع للمشاركة، لأن لما في الرماية وما في هذه الرياضة من يعني أول شيء الشغل للوقت بالأخص في الصيف للشباب، وثاني شيء أن يعني عبارة هذه البطولة تلامس كل فئات المجتمع، فالكل ينجذب لها وتكون هناك نوع من المنافسة الشريفة بين أفراد المجتمع. عدد المشاركين يعني وصل إلى ما يقارب 120 مشارك تقريبا، ومن دول برا يعني مثل من دولة الكويت، من سوريا، من لبنان شاركوا، من المملكة العربية السعودية، ففي عدد كبير شارك ما شاء الله بمجرد أنهم سمعوا أن في بطولة. فليش أقول لك أن هذه تجذب كثير من فئات المجتمع ومن الشباب، تجذبهم وتستقطبهم حيث أن يجون ويشارك. صراحة كانت مشاركة حلوة وفيها منافسة حلوة، رماة من دولة الكويت، معروفين رماة دولة الكويت يعني بمنافستهم قوية، وعندك أبطال هنا عندنا مثل خالد الكعبي ومن دولة سوريا ولبنان الحمد لله، وكانت منافسة قوية وأدينا اللي علينا الحمد لله، حالفنا الحظ في المركز الأول. صراحة ترتيبات وايد حلوة الأمانة، ما قصر الشباب من تقديم الدعوة وتخليص الجمركي حق السلاح من على أساس أن نشارك في البطولة. البطولة ما شاء الله جدا جدا ناجحة من جميع النواحي، من ترتيبات، من الأطباق الجميلة، من المشاركين ما شاء الله يعني مستويات وايد قوية، أبطال ما شاء الله عليهم، والحمد لله ان الله وفقني وقدرت احصل على المركز الثالث،
وسط ما شاء الله الأبطال هذه، وإن شاء الله المرة الثانية لازم نيجي. اليوم الحمد لله توجت بالمركز الأول في بطولة كولزون في نادي الرماية العين، وأنا مارس هاي الرماية تقريبا من حول 8 سنين، رماية الشوزن من 8 سنين، وتدربت بشكل زين الحمد لله حق البطولة، والحمد لله على التوفيق. والحين بنروح لموضوع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين، تأتي في إطار الصداقة لتجمع البلدين ومن أجل تعميق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين. دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت شريكا مهم لجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة، لا سيما قطاع الاقتصاد، بحيث تعتبر دولة الإمارات من أهم شركاء الصين في هذا المجال. اسمحوا لنا الآن نرحب بالأستاذ دينيس دو، نائب رئيس شركة جولي شيك الصينية للعلاقات الحكومية والعامة، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة. أهلا ومرحب فيك أستاذ دينيس. مساء الخير. شكرا. مساء النور. تتكلم عربي في بداية اللقاء. نعم. أهلا ومرحب فيك ونورت الإمارات. شكرا. شكرا. خبرنا بمناسبة الذكرى 35 للعلاقات الصينية الإماراتية، كيف ترى توجه دولتنا الحبيبة لمزيد من التعاون في ظل زيارة ولي عهد إمارة أبو ظبي للصين مؤخرا؟ طبعا هذه زيارة رابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الصين، وهي زيارة ترد على زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس شي جين بينغ إلى الإمارات في السنة الماضية، حيث تم ترقية علاقات الصينية الإماراتية إلى شراكة استراتيجية شاملة. وطبعا هذه زيارة تاريخية أدخلت حيوية جديدة في هذه العلاقات. نعم. في كل المجالات، وخصوصا يعني في نتائج مثمرة في مجالات الاقتصادية والاستثمار. فيعني خصوصا هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة، وهي تصادف ذكرى السنوية 35. نعم. للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فهناك يعني منطلق جديد لهذه العلاقات. إلى أي مدى تتلاقى خلينا نقول المصالح الإماراتية الصينية المشتركة أستاذ دينيس؟ في المقام الأول على الصعيد السياسي هناك ثقة استراتيجية متزايدة. نعم. هناك اتفاق قيادي على يعني كثير من الأمور هامة، في تنسيق مكثف في شؤون الدولية وقضايا ساخنة في المنطقة. وعلى الصعيد. نعم. الاقتصادي والتجاري، طبعا صيني أكبر شريك تجاري للإمارات. صحيح. ووصلت حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 50 مليار دولار في السنة الماضية. نعم. ومن المتوقع أن يتجاوز 70 مليار دولار في السنة القادمة، وهناك هدف طموح لوصول هذا الرقم إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030. نعم. وطبعا بالنسبة للاستثمار هناك يعني خطوات مكثفة من الجانبين في الاستثمار في الصين وفي الإمارات. وهناك مشروعات كبرى، مثلا منطقة صناعية الصينية الإماراتية المشتركة، ومرسى حاويات لميناء الخليفة، ومشروع مركز لوجستي في دبي الذي نحن في جولي شيك نساهم فيه. طبعا كل هذه المشروعات دليل خير. صحيح. على يعني وتيرة متزايدة للتعاون الاقتصادي. وكذلك على الصعيد الثقافي، ويعني طبعا نعلم يعني القطاع السياحي شهد تطورا متسارعا، السائح الصيني أكثر انفاقا في العالم. هناك. صحيح. يعني عدد السواح الصينيين إلى الإمارات في سنة ماضية تجاوز 1 مليون. ما شاء الله العدد وايد كبير. يعني أنا شخصيا كمن المستفيدين من التبادل الثقافي. صحيح. والتعاون الثقافي، ودرست في اللغة العربية في جامعة بكين للدراسات الأجنبية. نعم. المبنى الذي كنت أدرس فيه يعني هو مركز الشيخ زايد رحمه الله. آمين. للدراسات العربية والإسلامية. نعم. وأنا تابعت مراسم الاستقبال في بكين، يعني كان في يعني حفاوة شعبية من الجماهير الصينيين إلى جانب الحرس الشرفي. وفي. نعم. نفس اليوم يعني كان في عرض فني من فرقة
فنية إماراتية على السور الصيني العظيم عظيم. فكل هذه أدلة على وطادة واتساع تعاون عملي بين البلدين. نعم، وهذا واضح أستاذ دينيس من لغتك العربية، ما شاء الله عليك، يعني أحس تتكلم بطلاقة اللغة العربية. خبرنا عن أبرز التحديات اللي تواجه كلا البلدين على الأصعدة المختلفة بين دولة الإمارات والصين. أعتقد التحديات تتواجد مع الفرص، في تحديات مختلفة في قطاع التجارة الإلكترونية الذي نحن فيه. يعني نرى هناك وتيرة متسارعة لتطور التكنولوجي، فالتحديات تتمثل في كيف يعني نواكب هذا التيار العصري واللي نعانق الاقتصاد الرقمي، وكذلك بالنسبة للكوادر البشرية. مثلا الشركات الصينية كثيرة في الإمارات تحتاج بشكل ملح لموارد بشرية المحلية التي تفهم وتستوعب ثقافة العمل الصينية، ونرى هناك برامج ترويج للاستثمار في الإمارات في أسواق الصينية. نعم. ومن المهم هذه البرامج أن تفهم ميول الشعب الصيني وصيحات السوق الصيني. نعم، كيف تشوف توجه دولة الإمارات في تنظيم المنتدى الاقتصادي الاستثماري التجاري في بكين؟ طبعا كان لنا شرف لحضور هذا المنتدى، يعني أعتقد إجابة على هذا السؤال هو شعار هذا المنتدى، يعني شراكة مستدامة والاستثمار مستدام. نعم. يعني على هامش المنتدى احنا تبادلنا وجهات النظر مع اصحاب المعالي وزير الاقتصاد ووزيرة الشباب حول يعني كيفية نبني شراكة عملية لأداء مسؤوليتنا الاجتماعية في الدولة. نعم. ويعني اكيد يعني هذا المنتدى في نتائج مثمرة. نعم، شو هي العوامل اللي جعلت دولة الإمارات تتصدر المرتبة الأولى في التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وأيضا شمال أفريقيا؟ أكيد هناك أسباب عدة، يعني أعتقد في مقدمتها يعني السياسة حكيمة. نعم. ومنفتحة من قبل حكومة الإماراتية، يعني هذه السياسات ترحب بوجود الشركات الأجنبية بما فيها الشركات الصينية، وترحب بدور ريادي من هذه الشركات لتحقيق النمو المشترك، وكذلك البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في هذه الدولة متطورة، مثلا شبكات الاتصالات والنسبة لامتلاك الهواتف الذكية وقدرة شرائية قوية، وسلوك المستهلكين المحليين أيضا مهم، يعني هناك يعني إقبال شديد على التجارة الإلكترونية. نعم، شو هو الدور اللي تقوم في جولي شيك في دفع مستقبل التجارة الإلكترونية وأيضا الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات؟ أنا أعتقد هناك يعني تحول داخلي وتحول خارجي. نعم. بمعنى التحول الداخلي، يعني جولي شيك يعني نعمل في هذه السوق منذ 7 سنوات، يعني فعلا لدينا يعني ميزة متواجد الأول، لكن لا نكتفي بإنجازات الماضي، نسعى دائما يعني استماع مباشرة إلى ردود الأفعال من أطراف المعنية وما هي يعني التقييم أو تقدير من المستهلكين، فنسعى إلى تحسين خدماتنا وتقية جودة بضائع على منصتنا. نعم. والتحول الخارجي يعني دائما نسعى إلى توسيع الشراكة مع المجتمع العمال المحلي لتحقيق يعني تكامل. فكل هذه التكامل يعني هذا التحول خارجي وداخلي يعني هو يعني مفاتيح لتحقيق تنمية مستديمة للشركة. أستاذ دينيس، ما هي شو هي التحديات ممكن أن تواجه التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أعتقد يعني ممكن يعني من نواحي مختلفة هناك إجابات مختلفة، لكن أعتقد أكبر التحديات تتمثل في كيفية تحقيق تكامل بين يعني التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. نعلم أن الإمارات تتميز بالشبكات الناضجة والمتطورة لقطاع التجهيز، يعني مراكز التسوق واليعني التجارة التقليدية ليست يعني سلوك الاستهلاكي فحسب، بل هو يعني السلوك الترفيهي. نعم. يعني كيف يعني تحقيق هذا التكامل شيء يعني كبير. يعني ليش تعتبر الصين خلينا نقول سوق ذات أهمية استراتيجية لدبي؟ والله الصين بلد كبير، السوق نعم. شاسع،
يعني لها إمكانيات وافرة، يعني ترحب بالاستثمارات من إمارات ومن الخليج بأسرها. وأيضا يعني الصين يعني لها فيها الشركات الصينية قوية مقتدرة، ممكن تجلب الأفكار وأنماط العمل والتكنولوجيا الجديدة مثل في قطاع التجارة الإلكترونية، وهذا يعني أسباب لتحقيق تكامل والتعاون عملي. نعم، خبرنا كيف ممكن أن نوصف رؤية الإمارات لإكسبو دبي 2020؟ أحدنا من إمارات ودبي في الريادة في كل كثير من المجالات. نعم. فالصين من دول المستضيفة لإكسبو، وأنا أطلع إلى يعني إكسبو دبي يعني شيء حدث فريد ومتميز. نعم. يعني شعار هذا الحدث هو تواصل العقول وصنع المستقبل. كما نعلم هناك سيكون هناك قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش هذا الحدث. نعم. فأكيد يعني فرصة سانحة لتواصل العقول القيادية ووضع الاستراتيجية لمواجهة تحديات المستقبل. نعم، التجارة الإلكترونية يؤدي لخلينا نقول الدفع الإلكتروني، خبرنا أكثر عن مستقبل الدفع الإلكتروني. دفع الإلكتروني هذا شيء محقق وناضج في الصين بالفعل. يعني أصبح جزء من الحياة اليومية لكثير من المواطنين الصينيين، أكثر من 94% من المواطنين الصينيين يتخذ الدفع الشبكي يعني وسيلة الدفع اليومية. فأكيد هذا يعني واقع، والإمارات تمتلك أسباب كافية لتحقيق هذا طموح أيضا، يعني مجتمع من غير نقد. نعم، هل الظروف تسمح لنا خلينا نقول لنقل التجربة الصينية في التعاملات النقدية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة برأيك ولا لا؟ أكيد يعني هناك سياسة مشجعة من الحكومة، وفي احتياجات من السوق ومن المجتمع العمال المحلي، وفي شركات ناشطة مثلا شركات تجارة إلكترونية. فكل هذه الأسباب ممكن يعني على أساسها نعمل الشراكة عملية، يعني جزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. نعم. أستاذ دينيس دو، نائب رئيس شركة جولي شيك الصينية للعلاقات الحكومية والعامة، وهي إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة، نورتنا اليوم في استوديو 7 على 7، ونورت البجيرة أيضا. شكرا، يعطيك شكرا العافية جزيلا، وشكرا على المعلومات اللي زودتنا فيها. شكرا. إقامة سعيدة أيضا في دولة الإمارات. والله هذه فرصة سعيدة. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا بننتقل لفاصل سريع، عقبها بنكمل وياكم فقرات برنامج 7 على 7، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، وبما أن البرنامج 7 على 7 يغطي كل دولة الإمارات وإماراتنا 7، الحين بنروح لمدينة أبوظبي لتنظم حملة تفتيشية على مساكن العمال المؤقتة ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي. للمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف المهندس خالد خميس المرزوقي، رئيس قسم التفتيش في إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي. هلا مرحب فيك. يا مرحبا وسهلا، حياك الله. حياك الله استاذ، خبرنا عن الحمله التفتيشيه على مساكن العمال المؤقته من قبل بلديه مدينه أبوظبي. طبعا من منطلق الحرص على توفير بيئه معيشيه صحيه وامنه في مساكن العمال المؤقته. نعم. تحرص بلديه مدينه أبوظبي القيام بالحملات التفتيشيه لحدم الحوادث والاصابات وتوفير على المعايير والاشتراطات الخاصه بمساكن العمال المؤقته. نعم مهندس خالد، خبرنا عن أهمية الإلمام والالتزام بمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في مساكن العمال المؤقتة. طبعا تعمل البلدية من أجل تقليل المخالفات الممارسات السلبية في مساكن العمال المؤقتة. نعم. عن طريق التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات الخاصة بمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أوشاد. نعم مهندس خالد، خبرتنا الحين عن الاشتراطات الصحية، خبرنا عنها أكثر، عن الاشتراطات الصحية المعيشية للعمال بشكل مفصل أكثر. طبعا الاشتراطات كثيرة وتعين على الشركات الالتزام بها من خلال أدلة الممارسة الخاصة بسكنات العمال التابعة لمركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية 18.1 و18. نعم.
وتندرج تحت التصاريح اللازمه مثل غرف المعيشه الملائمه، وسائل الترفيه، وغرف الطعام، وتوفير مسؤول صحه وسلامه في السكن العمالي، وغيرها من اشتراطات كثيره. نعم، انزين شو دور بلديه مدينه ابو ظبي في التقليل والحد من ارتكاب المخالفات والممارسات السلبيه في مساكن العمال؟ طبعا تاكد بلديه مدينه ابو ظبي متمثله في اداره البيئه والصحه والسلامه بان الحمله مستمره، وهي من اهداف وخطط الاداره للحفاظ على سلامة العمال، وتنبه كذلك بأن تجاوز الاشتراطات البيئية والصحية من شأنه أن يسفر عن خسائر سواء على صعيد سلامة الأفراد أو الممتلكات، وطبعا تطلع إلى تنمية حس المسؤولية والرقابة الذاتية من قبل الشركات نفسها. إنزين شو هي اللوائح والقوانين والمقاييس المعمول فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة لسكن العمال؟ طبعا القوانين هي قانون العمل رقم 8 لسنه 1980 التابع لوزاره الموارد البشريه والتوطين، والخاص بتنظيم علاقه العمل، وكذلك اللي هي ادله الممارسه التابعه لمركز ابو ظبي للسلام والصحه المهنيه. نعم، استاذ المهندس خالد خميس المرزوقي رئيس قسم التفتيش في اداره البيئه والصحه والسلامه في بلديه مدينه ابو ظبي، شكرا على مداخلتك والمعلومات اللي زودتنا فيها. يا مرحبا، يعطيك العافيه. الله يعافيك حيوان. يعطيك العافية. والحين مشاهدينا بننتقل لموضوع آخر، وهو زيارة وفد من وزارة الداخلية للطفل المتنمر عليه في الفجيرة، وزيارة أخرى إلى قسم الرعاية المجتمعية في الفجيرة للأطفال المتنمرين على الطفل لتقديم محاضرة توعوية لهم تحت تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون التابع بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية. خلونا نشوف هذا التقرير ويا بعض. أول شيء حبيت أشكر وزارة الداخلية على زيارتهم لنا وشرفونا، وما قصروا صراحة بيتهم، والحمد لله يعني شفنا منهم الدعم الكامل لهالأمور هذه، على أساس أن كلنا على إيد وحدة ونكون ضد هذه الظاهرة، وإن شاء الله تندثر إن شاء الله. زيارتين، زيارة الأطراف المتضررة التي تعرضت للتنمر، وقمنا أيضا بإلقاء محاضرة توعوية في قسم الإدارة المجتمعية في قسم الأحداث تحديدا. في كان إقبال من الأسرة وكان في تعاون يوم، وقمنا بإلقاء بعض النصائح والتوجيهات للأسرة في كيفية التعامل مع الأطفال اللي تعرضوا للضرر، وفي نفس الوقت في قسم الرعاية المجتمعية ركزنا على الجانب التأهيلي أكثر، من ناحية أنه كيف الواحد يقدر يحد من هالظاهرة، كيف الواحد يتعلم يكون عنده وعي ذاتي عن نفسه، كيف يستخدم المهارات بطريقة صحيحة، وأيضا حتى يأخذ بعين الاعتبار عن رفقاء السوء. وأكيد دور كل الجهات الحكومية ودوائر الحكومية أنها تساعد في حد من هالظاهرة بأي طريقة كانت، سواء بإلقاء مثل محاضرات توعوية، أو تكون عبارة عن بروشرات، أو تقوم حتى بزيارة الأطراف المتضررة. دبي لخدمات الإسعاف تستعد لإكسبو 2020 بالمستجيب الكهربائي السريع، الدراجة والسيارة الكهربائية أول خدمات كهربائية صديقة للبيئة أطلقتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتعتبر إمارة دبي أول مدينة عربية تستقبل هذا النوع من سيارات الإسعاف. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ويانا في الاستديو الأستاذ يوسف كياف مسعف، متقدم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والأستاذة شمسة حسن البلوشي، فني طبي
طب طارئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. هلا ومرحب فيكم شمسة والأستاذ يوسف، نورتونا. الحين أي حد عنده إسعاف أو شيء بيكلمون استوديو 7 على 7، شو رأيكم؟ لا مو عنا معدات. ما في معدات اليوم ضيوفنا، نحن بنحطكم في عيوننا. أستاذ خبرنا عن السيارة والسيارة والدراجة الكهربائية في مؤسسة دبي للخدمات. حاليا مؤسسة دبي لخدمات إسعاف أطلقت خدمة الدراجة الكهربائية. هاي الدراجة نستعملها في المناطق المزدحمة، يعني نعم، خاصة وسط المدينة، يعني الأماكن اللي تكثر فيها الازدحامات وقت الذروة خاصة. نعم. وتتميز هاي الدراجة يعني سهلة الاستغمان وخفيفة وايد حق المسعف نفسه، فحتى أنها هي لا تبعث، يعني لا تنبعث منها أي صديقة للبيئة. صديقة للبيئة وكذا. فعدد يعني مؤسسة دبي تحاول تطور يعني بين فترة وفترة. حاليا أن الحين عندها مبادئ تحفز على العوامل المستدامة في الإمارة، في الإمارة دبي خاصة، وتطبق ما هي أن دبي حاليا مدينة ذكية والمدينة الخضراء، فهي يعني تساهم في هالمجال يعني. نعم جميل. أستاذة شمسة، مدى سرعة الاستجابة للدراجة الكهربائية كم تقريبا؟ طبعا سرعة الدراجة القصوى 158 كيلومتر في الساعة. نعم. ومدى الدراجة في المدينة 262 كيلومتر. نعم. وقوتها 60 حصان. ما شاء الله. أستاذ يوسف خبرنا كيف تسعى المؤسسة لتبني التقنيات الحديثة في تعزيز خدماتها. طبعا المؤسسة دوم تسعى في تطبيق يعني أفضل ممارسات موجودة عالميا. نعم. فالمؤسسة دوم تسعى في الريادة وتسعى لنفس ما تقولين التطور والابتكار في مجال خدمات الإسعاف الطارئ والنقل للمرضى أيضا. فنحن حاليا عندنا في المؤسسة قسم خاص يسوي لنا أبحاث شو آخر تطورات وصلت إليها في الدول المتقدمة نفس أمريكا، الولايات المتحدة، بريطانيا. جميل. فهالدول عندهم تقدم في المجال الإسعاف، فنحن ناخذ يعني العلم المجرب اللي عندهم فنحاول نطبقه ما يلائم للبيئة الموجودة في إمارة دبي. نعم جميل. ما مدى الاستدامة المالية خلينا نقول للسيارة والدراجة الكهربائية شمسة؟ طبعا الاستدامة المالية لهي الدراجة أو السيارة مو بس يعني في استهلاك الوقود. نعم. وعدم حاجتها للصيانة. نعم. لا بالعكس، تحسين سرعة الاستجابة أو إنقاذ المزيد من الحالات الطارئة والبليغة، جانب توفير الوقت والجهد وترشيد استهلاك الإضافة، بالإضافة إلى استهلاك المادي، الاستهلاك. نعم. المادي. أستاذ يوسف، تعتبر إمارة دبي هي أول إمارة عربية تستضيف هذا النوع من السيارات أو توفرها، خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. طبعاً نفس ما قلت أنا أن في مؤسسة دبي تحاول تواكب كل تطور موجود في مجال إدارة الطوارئ ونقل المرضى، وخاصة أن احنا ما نتجه للآليات فقط، حالياً نطور بعد من ناحية العلمية، من ناحية العلاج، وخاصة عندنا حاليا نستعد نحن حق اكسبو 2020. نعم. فلازم نحن نكون على اكمل الاستعداد لهاي المناسبه والفعاليه اللي بتكون عالميه حاليا في دبي، فلازم نجهز احدث واحسن اجهزه متطبقه علميا. نعم. وفنيا. نعم. شمسة، هل الدراجة أو السيارة الكهربائية تلائم الجو في الخليج؟ لأن أحس يعني في الخليج يعني شوي ارتفاع في درجات الحرارة، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. طبعا نحن تعاقدنا مع شركة فاس الألمانية، وتعاقدنا معهم على أساس أنهم يطورون من الدراجة لتلائم البيئة الخليجية والدرجات الحرارة العالية. نعم. خبرنا عن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز عوامل الاستدامة. طبعا الاستدامة حاليا نسمى تقولين الطاقة البديلة، فكل الوزارات والمؤسسات المحلية قاعدة
تقدم العوامل الاستدامة في كل المجالات. نعم. طبعا نحن في خدمة الإسعاف الاستدامة اللي عندنا حاليا وسائل النقل الحالات الطارئة، مثلا نحاول من تقليل تلوث البيئة، ويكون مثلا تقليل من استهلاك الوقود والمواد البترولية، نستعمل سيارات هذه خاصة ان ما يبالها يعني يوفر لنا خاصة نفس ما تقولين التكلفة المالية. نعم. يعني ما تحتاج ذاك الصيانة للسيارة العادية يعني. نعم. يمكن فقط برمجة وأشياء بسيطة يعني تسوي لها يعني ريبليسمنت. فيعني المؤسسة تحاول يعني تركز في الآليات اللي موجودة، وأيضا الخدمات الطبية أيضا من يعني البحوث والدراسات الأخيرة يعني لإسعاد المجتمع وتوفير رعاية. نعم. في أفضل ممارسات في خدمة الإسعاف لسكان مدينة دبي. جميل. شمسة، بالنسبة للدراجة والسيارة الكهربائية أكيد هي صديقة للبيئة، يعني بالتالي خلينا نقول أنها توفر الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. صحيح. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. طبعا نحن الدراجة الكهربائية بتكون مستغنية من. نعم. عن البترول، فبتكون قاعد توفر المواد الخام اللي نستهلكها حاليا للأجيال القادمة. كذلك ما في انبعاثات أو ضجيج في الدراجة الكهربائية. شيء ضجيج، لأن أحس الدراجات وايد فيها صوت عالي ومزعج. صح. للنايمين الراقدين أي شيء أحس وايد مزعج الموضوع. صحيح. فهاي الدراجة بتكون صديقة للبيئة، يعني ما. نعم. في انبعاثات تأثر على الغلاف. نعم. الجوي. نحن تحدثنا عن هذا الموضوع، السماعة طلعت من إذني. حتى أن ضجيج ما في أبدا. حتى أن تكون وايد سهلة للمسعف حال مستعمل الدراجة الكهربائية. نعم. فأنه مو بأنه يستعمل كدراجة مثلا يبالها تبديل وكلتش ليه ما يوقف عند المريض. فهذه السيارة يعني في هذه الدراجة أنا بس مجرد أنه يضغط على يسمونه بالعربية الريس مثلا. نعم. على وبريك يعني فيوقف بسرعة على طول. أنا معلوماتي في الدراجات يعني أبدا ما في، يعني السيارة يلا يلا أنه بترول وبريك، لكن خبرنا عن التحديثات للدراجة الكهربائية عبر البلوتوث، هذه كيف أنا ما أعرف، أنت بتجاوبني عنها. طبعا هالدراجة تقريبا مو تقريبا كليا تستعمل يعني تستخدم بالكهرباء. نعم. فما تحتاج الى اي صيانه، الا صيانه بسيطه يمكن تغيير اطارات او مكابح نفس ما يقولون. نعم. اما التحديث كاي ابديت جديد ينزل على الدراجه، بس انت تسوي له ابلود عن طريق الجهاز، عنده نفس جهاز الايباد مثلا يعطيك تقارير عن الدراجه، شو وضعها، شو الاشياء اللي لازم تتبدل فيها، يعني بس هو يعطيك شو الاشياء اللي تتبدل، شو الخرابات، شو اللي يحتاج. نعم. للتبديل، فانت بس تقومين يعني بضغطه زر تعدلين الدراجه يعني. نعم. شمسة، خبرينا عن توجهات مؤسسه دبي لخدمات الاسعاف في رفع كفاءه الاسعاف وخدمه اكيد كل الموجودين المقيمين وايضا المواطنين في دوله الامارات. اوكي. طبعا لان الدراجه بتكون سريعه وحجمها خفيف، فبتكون سهلة الوصول للمرضى، خصوصا في الحالات الطارئة في أوقات الزحمة. ما بتتأثر الدراجة إن مثلا وقت دروة وما في مكان إن الدراجة توصل تمر تمشي منها. بين السيارات ولا مسموح إنها تمشي في الخط الأصفر؟ بين السيارات على الخط الأصفر على الأرصفة عادي. مسموح. بس لازم يستعمل مثلا اللواح والونان. نعم. فيكون يعني في كامل سيفتي او يحرص على سلامته يعني اول شيء. انزين، انا عندي سؤال، انتم تروحون في الدراجه الكهربائيه، المرض كيف بتاخذونه على الدراجه الكهربائيه؟ طبعا ولا تسعفونه في البيت يعني حسب الحالات الصحيه؟ على حسب الحاله يعني الدراجه اللي تسعفونه داخل المنزل ما تنقلونه للمستشفى. وعباره صحيح. يعني الدراجه هي عباره عن مستجيب اول فهو. نعم. يعني يوصل بأقصر وقت ممكن يعني عند المريض، فيقوم مثلا بإسعافه
وتحديد حالته، يصنف حالته. فإذا يشوف المريض مثلا حالته بليغة يستدعي الإسعاف. أنا يوم عندي حرارة بكلم الدراجة الكهربائية وعشان نصير بس شوي في الخط الأصفر نجربه. نشكركم أستاذ يوسف كياف مسعف، متقدم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نورتنا أستاذ يوسف. وأيضا شمسة حسن البلوشي فني طب طارئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نورتونا أستاذ شمسة وأستاذ يوسف. تسلمين، ما تقصرين. شكرا مشاهدين، الحين بننتقل لفاصل، عقبها مكملين وياكم برنامج 7x7 فقرات، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7x7. وأكيد في هذا الصيف كان في العديد من المخيمات الصيفية للأطفال علشان يستفيدون من أوقات فراغهم ويستغلوهم بأفضل شيء. الحين بنروح للمخيم الصيفي الثقافي في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة دبا الفجيرة تحت تنظيم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للعمر ما بين 10 سنوات إلى 18 سنة. للمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف الأستاذة وداد حمودي، مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دبا الفجيرة. هلا مرحب فيك. زين، هلا والله. يا هلا فيك أستاذة وداد. حياكم الله. حياك الله. خبرينا عن المخيم الصيفي الثقافي في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دبا الفجيرة. المخيم الصيفي الثقافي انطلق عندنا على مستوى الدولة في جميع مراكز وزارة الثقافة، سواء كان عندنا في المنطقة الغربية وعيمان وراس الخيمة وأم القيوين. والفجيرة وبعد مسافي ودبا الفجيرة. انطلق عندنا بهدف استكشاف المواهب في المنطقة، اللي تعد عندنا من أهم البرامج الاستراتيجية اللي تقدمها للوزارة عندنا لرفع مستوى التفاعل المجتمعي في الساحة الثقافية. مجموعة من الورش التفاعلية اللي تعنى بشتى مجالات الثقافة والابتكار وتنمية الذات بطريقة مبتكرة. نعم. دوركم أستاذة وداد في تنمية واستكشاف المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ والله دورنا كبير باستكشاف المواهب، لأن المواهب عندنا الوطنية الشابة هي عماد المستقبل بالنسبة لنا. وتبدأ عندنا بإعداد منظومة عمل لرعاية هالمواهب. نعم. وتصميم برامج ومبادرات تحتضن هالمواهب. نعم. بتوظيف إمكانياتها وإطلاقها يعني في شتى المجالات وتوفير رعاية شاملة لهالموهوبين. نعم. أستاذة وداد، كيف ترفعون مستوى التفاعل المجتمعي في الأبناء من خلال هذه المخيمات؟ المخيمات الصيفية عزيزتي بشكل عام تلاقي إقبال من قبل الطلبة عندنا. نعم. خصوصا يعني في هالفترة، لأن وقت الفراغ كبير بالنسبة صحيح. للطلبة خاصة في فصل الصيف. هي. يعني في الإجازة. وبعد شفنا إقبال كبير من قبل أولياء الأمور. يعني ما بس الطلبة، ما يعني استشفينا انهم وايد حريصين على ان عيالهم يشاركوهم بهالبرامج ويقضوا وقت فراغهم شيء مفيد. حتى الجهات الموجودة عندنا بالمنطقة وايد كان تفاعلها كبير ويانا. الحمد لله. أستاذة وداد، خبرينا عن دور مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة دبا الفجيرة في تنمية ثقافة الطلبة وتعريفهم بأهمية اللغة الصينية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة. والله جاء موعد دورة صينية عندنا في الصيف الثقافي مزامن لزيارة سيدي الشيخ محمد بن زايد لجمهورية الصين والأسبوع الثقافي الصيني. نعم. وعندنا البرنامج اللي طرحناه هالمرة تجربة جديدة للطلبة الموجودين عندنا في المنطقة ضمن هالتوجيهات، واستفاد من المبادئ الأساسية لهالورشة بشكل جدا جميل. نعم. أستاذة وداد الحمودي، مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دبا الفجيرة، شكرا على مداخلتك وأيضا على المعلومات اللي زودتينا فيها، وبالتوفيق. شكرا. بالتوفيق، الله يخليك. اختتمت مساء الخميس الماضي بطولة مجالس الشباب لكرة القدم، وأقيمت البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي ورعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفاز بالبطولة فريق شركة أدنوك. وللتعرف على المزيد خلونا نشوف هذا التقرير. El
اليوم نحن نظمنا البطولة، الحمد لله البطولة نجحت على الهدف الرئيسي منها اللي هو خلق روح التنافس بين الشباب ومجالس الشباب. اليوم احنا عندنا شارك أكثر عن 8 مجالس من مختلف إمارات الدولة، تقريبا 90 لاعب شاركوا، شفنا الندية والتنافس في اليوم الختامي. اليوم أدنك حصل على البطولة، بس كان الهدف الرئيسي منه هو التنافس بين الإيجابي بين الشباب، والحمد لله وصلنا لهالشيء. أتقدم بخالص شكري وتقديري لجميع الداعمين والقائمين لبطولة مجالس الشباب لكرة القدم، وبالأخص أشكر مجلس شباب الإمارات العالمية للألمنيوم وجميع مجالس الشباب المشاركة في هاي البطولة، متمنية لهم التميز والنجاح في حياتهم إن شاء الله. أحب أشكر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على هذه المبادرة الطيبة التي أجمعت العديد من الشركات من مجالس الشباب وغيرهم. إحنا فخورين الحمد لله بفوز مجلس أدنق للشباب بأول بطولة للشباب، وإن شاء الله يكون في المزيد من هالمبادرات اللي نقدر نحن نبرز فيها دور الشباب المهم في المجتمع. الفوز ما يمثل للشركة، الفوز يمثل للدولة، الشباب هذول يمثلون الدولة، كل مجالس الإمارات تمثل الدولة، والحمد لله الشباب اليوم قادرين أنهم يصنعون فرق في دولة الإمارات. أول شيء الحمد لله بدينا البطولة كان الفريق ماشي، أول مباراة شوي اللي ما تعودنا على البعض، بعض اللعيبة ما كانوا شغالين مع بعض بطريقة تدريجيا، بدأ التلاحم مع الفريق وتطور مستوانا مباراة بعد مباراة، وعلى قبل اخر مباراه اجتنا اصابه وفي المباراه النهائيه اصابه، ولكن الحمد لله اشتغلنا كفريق واحد وبالتعاون الحمد لله قدرنا نفوز وناخذ المركز الاول. سمعنا الخبر البطوله على اخر البطوله، فماكسيمم 3 أيام جهزنا الفريق ودشينا البطوله، يعني حتى مو كامل جاهزيه، والحمد لله انجاز كبير هم الشباب اللي وصلوا على النهائي، هذا كفايه بس ما نبغى شيء ثاني. مبروك الفوز، والحين بنروح للغش التجاري. هو نوع من أنواع الغش أو التدليس في المنتج اللي قدم المصدر أو المنتج أو البائع للمستهلك، بحيث يحصل المستهلك على منتج مخالف لما هو يريده فعلا. للمزيد بنرحب بالأستاذ والدكتور السيد جمال، رئيس قسم اقتصاد ومالية عامة وحماية المستهلك في بلدية الفجيرة. أهلا ومرحب فيك. أهلا وسهلا بكم، نورتنا أستاذ. دكتور خبرنا ما هي التخصصات ومهام قسم حماية المستهلك بصفة عامة؟ حماية المستهلك قائم على حماية المستهلك. نعم. عشان نعرف يعني حماية المستهلك هنعرف المستهلك الأول. نعم. المستهلك الكتب اتكلمت قالت كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل من أجل إشباع حاجته. نعم. ده الكتب اتكلمت عن المستهلك كده. نعم. بعض الكتب زي يوتوبيا بتاعت أفلاطون قالت ان المستهلك اتكلمت عن الدائرة بتاعت المستهلك ككل. نعم. الشمولية. تفضل. اللي هي الكاستمر سايكل، قالت ان المستهلك مش اللي بيحصل على السلعه بس، ولكن بيشمل المزود. يعني على سبيل المثال انا لما اكون كاستمر في محل ملابس، انا ما بشتري من المحل، فانا كاستمر عند المحل، المحل ده كاستمر عند الشركه اللي اشتري منها الملابس بسعر الجمله، والشركه كاستمر عند المصنع اللي صنع الملابس. هي كاستمر عنده، وكذلك المصنع كاستمر عند المزود اللي ادى للمصنع القطن او الاقمشه او كده يعني. والمزود اللي نتج القطن والحاجات دي اصلا هو كاستمر عند المحل الاولاني. فهي دايره اتكلم عنها في اليوتيوب بتاعته او في المدن الفاضله. فاحنا بنعمل على حمايه الاطراف دي كلها، مش المستهلك بس. ممكن واحد يقول لي في حمايه مستهلك، طب ما فيش حمايه تاجر. لا، ما هو التاجر اصلا مستهلك. صحيح. عند اللي قبل منه. تمام. الكبير تاجر، تاجر عقبه. في سلسله طويله واطار وايد كبير. زين خبرنا عن الاطار العام للغش التجاري، شو هو بالضبط؟ الغش التجاري ماهيته نفسها بتتكلم عن خداع. نعم. ماده واحد، سوري انا بقرا من ماده واحد قانون 19 سنه 2016 اتكلمت عن خداع المتعامل باي وسيله كانت. يبقى اول حاجه فيه الخداع نفسه. الخداع. نعم. نفسه هو فعل الغش التجاري، غش يعني اهام نفسه، سواء كان بتبديل او تغيير ماهيه السلعه او مقدارها او جنسها او سعرها او صنفها الجوهري او صلاحيتها او تغيير اي بيانات تجاريه تعمل على التضليل. نعم. ده كله اطار الايه، الغش التجاري. يعني لو انا مثلا السلعه دي المفروض تكون 1 كيلوغرام
وانا بعتها وهي 900 جرام. نعم. ده غش تجاري تمام. الاكسباير ديت مثلا عدلت او قدمت او اخرت في التاريخ ده يعتبر غش تجاري تمام. كمان مادة 2 قالت يعتبر غش تجاري استيراد او تصدير السلع، بجيب مثلا موبايلات مغشوشه. نعم. وبيعها المستهلك، دي غش تجاري تمام. كلمت عن الاعلانات التجاريه او تقديمها، الترويج، احصل على كذا، اشتري كذا، تحصل على كذا، كل ده. نعم. من حالات غش تجاري لو ما صدقتش في الاعلان بتاعي. نعم. انزين ليش يلجؤون العديد من المنتجين والتجار للغش التجاري؟ شو هدفهم؟ الهدف الرئيسي الجشع، ده الهدف الرئيسي، او لكسب المال اكثر. نعم. الربحيه السريعه، عايزين يربحوا بسرعه. نعم. مش عايزين يمشوا في الدائره الاقتصاديه العاديه اللي هي مثلا 10 او 20 او 30%. نعم. عايزين يوصلوا للربح سريع جدا في وقت قصير جدا، فبيلجأوا للوسائل المعروفه في الغش التجاري. نعم. الغش التجاري مرتبط بمفاهيم معينه، خبرنا اكثر شو هي المفاهيم هذه. اكبر مفاهيم تزوير السلعي والنصب والاحتيال. نعم. دي اكثر المفاهيم المرتبطه بالغش التجاري. نعم. لكن الفرق الجوهري بين الاثنين ان الغش التجاري انا اللي بروح للمزود او الكاستمر الثاني من السلسله اللي احنا اتكلمنا. نعم. عنها من شويه، وبقول له والله خد الفلوس عشان تديني السلعه. السلعة. نعم. ديت ممكن تكون فيها احد الاوصاف اللي احنا قلناها دلوقتي، سواء بانقاص الوزن او الاكسبير ديت مش موجود او ما الى اخره من الحالات دي كلها، حالات التضليل دي كلها. فده اللي بيختلف عن ايه؟ عن الحالات الثانيه. يعني النصب بيحاول يستولي على فلوسك بطرق. نعم. احتياليه، لكن الغش التجاري مش كده. لا، الغش التجاري انت اللي بتروحي له للمزود ده او للتاجر ده وبتدي له الفلوس وبتقول له خد فلوسي، هو بقى بينطوي على نيه الايه؟ الايهام. نعم. تكون عنده نيه الايهام. نعم. تمام. يعني أنا بالنسبة لي يلجأ التجار للعديد من الوسائل الغش التجاري خلينا نقول، ولكن بسألك عن وسائل الغش التجاري لدى التجار، ولكن قبلها أنا أحس كمستهلك أو كحد يطلب، أحس الغش مرات يكون عبر الصور. يعني تحس أنا تطلب شيء عبر التليفون، عبر تطبيق أحد الـ خلينا نقول الأسواق الإلكترونية الموجودة، تحس أن الصورة مش موجودة نفس الواقع، يعني تيك قطعة ما يخصها بالصورة اللي طلبتها. صح. هل هذه أحد الوسائل الغش التجاري؟ خبرنا. صح. أكثر عنها. دي يعني إحنا عندنا الوسائل بتاعت الغش التجاري ثلاثة. نعم. القانون 19 سنة 2016 اتكلم عنهم بوضوح. نعم. أول حاجة الغش القولي. نعم. اللي أنا بقعد زي ما حضرتك تفضلتي بعد اروج لسلعه باوصاف غير الاوصاف اللي فيها اساسا، فلذلك ده غش تجاري اسمه غش قولي. الغش الفعلي اللي هو ان انا احصل على السلعه او اجذب السلعه المغشوشه او اللي هي اكسباير ديت او لاخره، وابيعها على انها سلعه اصليه، مثلا سلعه صينيه بروج لها على انها يابانيه او صناعه اصليه، فده نوع من انواع الغش التجاري. تمام. لذلك هنا الغش التجاري القانون تكلم عنه على انه جريمه. نعم. وحدد في المادة 16 عقوبة للغش التجاري 2 سجن وغرامة لا تقل عن 50,000 وممكن توصل ل 50 مليون. يعني. نعم. مش حاجة بسيطة، وعلشان كده هي جريمة فلازم لها أركان. الأركان دي هي الأركان المعروفة لأي جريمة. ركن. نعم. مادي اللي هو يأتي الفعل نفسه، يحوز السلع المغشوشة أو يحصل عليها أو يخزنها في مخزنه. الركن المعنوي اللي هو القصد، قصد الجنائي بتاعه اللي هو علمه وإرادة، يكون عالم ان السلعه دي مغشوشه وهتضر المستهلك. نعم. الحاجه الثالثه علاقه السبب بين الاثنين، بين العلم والاراده، وان السلعه دي لو استخدمتها بالشكل ده ممكن تنطوي على اضرار للمستهلك. نعم. انزين دكتور سيد، انا اذا طلبت قطعه من خلينا نقول احد الاسواق الالكترونيه، انزين ويتني القطعه وهي مو بنفس القطعه اللي في الصوره، كيف اقدر احمي نفسي كمستهلك؟ تمام. أنا أول حاجة لازم أتواصل، أول حاجة في فاتورة للشراء. نعم. لازم أنا أحتفظ بها، دي أهم حاجة، اللي أنا أوثق نفسي كويس حتى ولو في وسيط من بيننا؟ حتى لو في وسيط لازم يكون في إثبات إن أنا اشتريت. نعم. من الموقع ده أو من المحل. أوكي. ده الحاجة المغشوشة ده، أو اللي أنا اكتشفت في المستقبل إن هي مغشوشة. لازم أنا أوثق نفسي، أعين الفاتورة، أعين الإيصال، الحاجات دي كويسة جدا. أتواصل مع الجهات المعنية، دي نوع الحماية. الحماية إن أنا أول حاجة أصلاً أدور على المصادر، يعني أنا لازم أشوف المصدر اللي بشتري من عنده ده، هل هو عليه إفيهات كتير ولا هو اصلا كويس، يعني لازم الحاجه دي اخد بالي منها كويس جدا. نعم. الحاجه الثانيه ان انا اوثق نفسي ان انا عين فواتيري، عين سندات الاصل بتاعتي، عشان اقدر في المستقبل اروح لقسم حمايه المستهلك. أوكي. واطلب منه ان هو يحميني من الغش اللي انا وقعت فيه. أوكي. سواء انه يحصل على السلعه او يبدلها مثلا، يعني ممكن اصلا ان ما يكونش الغش التجاري اللي حصل ده غش،
نعم. ممكن يكون منطوع على حاجة ثانية غير الغش. نعم. عندي سؤال في هذا الموضوع دكتور، يعني مثلا الفاتورة كم المفروض مثلا التاريخ؟ لأن أحس ممكن عقب شهر تروح لحماية المستهلك، تقدر ولا في مدة معينة لخلينا نقول أن نحمي أنفسنا ونتوجه لحماية المستهلك؟ لا، الفاتورة ما لهاش مدة معينة، طالما في فترة أي وقت الضمان. طالما في فترة الضمان، إحنا عملنا القانون حماية المستهلك 24 سنة 2006، في سلعة لها ضمان سنة، وفي سلعة لها ضمان 3 سنين، وفي سلعة لها ضمان 5 سنين. كيف نقدر يعني من ناحية الثياب، يعني أغلبية ناس أسواق الإلكترونية وهذه المحال أن نأخذهم مثلا، يعني ما أعرف كم مدة الضمان هذا. أنت بتسألي عن إذا هي قطع ثياب على سبيل المثال، الثياب ثياب. لا، في حاجات مجرد الاستخدام، يعني مجرد ما تفتحيها الثياب، مجرد ما تفتحيها بتعرفي هل هي مغشوشة ولا مش مغشوشة. نعم. ما ينفعش تلبس الثياب مثلا وبعد فترة تروحي تقول والله لا ده أنا عايز أرجعها. لا، ده ما تنفعش. معايا؟ فانت يعني لو الثياب ديت لها فترة قصيرة جدا. لكن نعم. انا هتكلم مثلا عن موبايل غالبا بيبقى سنة. طب لو مستعمل، القانون نعم. 12 سنة 2007 حتى 3 شهور مدة. طالما انت في المدة دي انت قدرت توجهي لأي وسيلة قانونية، سواء حماية المستهلك او غيره من الوسائل المعروفة، وتطلب بحقك من من التاجر ده او المزود ده. دكتور، خبرنا عن المعالجة القانونية للغش التجاري في الدولة. المعالجة القانونية، القانون اعتبر دي الفعل ده جريمة، وجريمة بصورتها الاثنين، جريمة إيجابية وجريمة نعم. سلبية. جريمة إيجابية هي إتيان الفعل، وحط لها عناصر وأركان، ركن مادي اللي أنا أأتي بالفعل نفسه اللي هو المحظور، إن أنا أحط في المخزن بتاعي أو في المحل بتاعي سلع إكسبير ديت مثلا، ده غش تجاري على طول، تمام؟ نعم. وده الركن الأولاني اللي إحنا اتكلمنا عنه شوية، وان انا اكون قاصد من السلعه دي او من المنتج ده اللي انا حايزه في مصانعي او في متاجري ان انا ابيعه، لان اي عنصر من احنا لو سقط او ما قدرتش اثبته ما تبقاش جريمه غش تجاري. نعم. هتبقى حاجه ثانيه هنتكلم عنها الوقت. نعم. يعني ممكن الموضوع يكون في ايهام وكل العناصر متواجده، بس ما فيش نعم. نيه ان انا ابيعه، انا عند المنتج الفاسد عشان هعدمه. أوكي. فما اقدرش اقول ده من جوابك الحين ابغى اعرف شو الفرق بين الغش التجاري والنصب والاحتيال. تمام. النصب والاحتيال ده انسان بياخد فلوسي بطرق احتياليه، انا نفسي ما ببقاش عايز اديله فلوسي. ليه؟ لان انا عارف ان هو نصاب. تمام. زي جرائم السرقه، جرائم تزوير السلع، كل جرائم دي انا مش عايز كده، يعني الحرامي او النصب والاحتيال والحاجات دي انا بخبي فلوسه منه وبعين فلوسه منه في البنوك والى اخره عشان ما ياخدهاش. لكن الغش التجاري، وده الصوره المنتشره جدا زي التسويق الهرمي. وانت مبتسم وانت اللي ساير له، انا اللي رايح له وانا اللي بقعد اقول له بلاك شيل الفلوس ده عشان تجيب لي السلعه، ظنا مني نعم. ان هو هيديني السلعه اللي انا عايزها بالشكل اللي انا عايزه، بالوقت اللي انا عايزه، بالمواصفات اللي انا عايزها. وبالعكس بلاقي ان هو غشني سواء بجنسها او بنوعها او بصنفها. نعم. والغش التجاري وانت مبتسم، والثانية انت ما تبغى تعطيه الفلوس ولكن ياخذها غصبا عنك. بالضبط، ياخذها بطرق احتيالية. لكن غش التجاري بياخذها بارادتي. نعم. لذلك هو جريمة، يعني 3 عناصر لازم في الحالتين هي جريمة. في الحالتين الغش التجاري والنصب والاحتيال جريمة. جريمة، والقانون حط لها عقوبات هنا، وفي دورنا ان القانون بيتطور حاليا نعم. في وزارة الاقتصاد ان هم يغلظوا العقوبة في الغش التجاري بالذات، لان نعم. العقوبة 2 سجن. نعم. في بعض السلع بتؤدي للوفاة والقتل. طبعا 2 لا تكفي. يعني مثلا سلع الاطفال خاصه اللي هي الالبان، الحاجات لو اكسبير ديت ممكن الطفل يموت والعياذ بالله، يعني من جراء السلع اللي انا خدتها. هو جشع، هو عايز ياخد الفلوس وخلاص، هو عايز يكسب، مش في دماغه حياه الناس، مش في دماغه ارواح الناس. نعم. فهي دي المشكله اللي هو بيقع فيها. صحيح. كمستهلك، خلينا نقول انا كمستهلك اذا اكتشفت اي عيب في السلعه اللي انا شاريتها، تعتبر هذه ايضا غش تجاري؟ لا، مش كل صور العيوب تعتبر غش تجاري، وده كيف؟ مهم جدا. يعني ممكن اصلا انا اكتشفت العيب كمزود او كمحل، نعم، فاخدت السلعه علشان اغيرها. نعم. ليه؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا اشتريت كمبيوتر فحطيت له رامات معينه او حطيت له مواصفات معينه، نعم، طلعت مش هي المواصفات اللي انا طلبها. نعم. ففي الحاله دي ده مش غش تجاري ولا حاجه، لا، انا بروح للمحل بشوف العنصر المعنوي اللي هو الركن المعنوي في الجريمه بتاعه الغش التجاري متوفر ولا لا. هل هو قصد البيع؟ ممكن تكون السلعه دي اصلا بايظه عشان سوء التخزين، يعني ما اتخزنتش بشكل جيد. نعم. فعب خاصه السلع التكنولوجيه، ففي الحاله دي ما هوش غش تجاري ولا حاجه. نعم. فده لازم نفرق، لان الصور الثانيه دي ممكن نسميها اي اسامي ثانيه، ممكن نسميها نعم. عيب مصنعي، وكل صحيح. ده بيجي وبنعدلها له نعم. بنجيب له السلعه الاصليه
وبالشكل اللي هو كان مطلوب في الفاتورة. صحيح دكتور. أكيد سيد هذه القوانين في الدولة تحمي التجار وتحمي أيضا المستهلكين، وتحط بهذه القوانين أن يخافون على السلع أنها تكون مش كامل الأوصاف اللي أوكي، علشان ما يكون في غش تجاري، والحمد لله القانون يحمينا جميعا. تمام. الحمد لله. تمام. وده بالنسبة ده اللي اتكلم فيه اللي هو أول ما كلمنا اللي هو المدن الفضلة، اتكلم عن إزاي تدخل الدولة يكون محمود الحمد في لله. الموضوع دي أكيد هذا شيء يخوف الأشخاص طبعا. اللي عندهم غش تجاري طبعا. واللي يبون يسوون غش تجاري إن ما يسوونها في الدولة. الدكتور سيد جمال، دكتور اقتصاد ومالية عامة ورئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة، نورتنا اليوم في استوديو 7 على 7، والله يحمي الجميع من الغش التجاري. يعطيك العافية. مشاهدينا بننتقل لفاصل سريع، عقبها مكملين وياكم فقرات برنامج 7 على 7، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، وصلنا الحين لآخر فقرة من برنامج 7 على 7، وختامها مسك بتكون عن الفن وورشة السينوغرافيا من ضمن فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي في مركز كلباء الثقافي في الفترة ما بين 21 وحتى 31 يوليو الجاري تحت تنظيم إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارجة، وذلك لتحضير للدورة 8 من مهرجان المسرحيات القصيرة في كلباء. بنتعرف ويا بعض أكثر مع ضيفنا في الاستديو على الفنان الكويتي فهد المذن، دكتور في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت وقسم الديكور المسرحي ومقدم ورشة السينوغرافيا في دورة عناصر العرض المسرحي. هلا ومرحب فيك دكتور. مرحبا. فهد الله يحفظك ويخليك. منورنا. الله يخليك بوجودكم. شكرا دكتور. خبرنا عن ورشة السينوغرافيا، شو هي بالضبط؟ ورشة السينوغرافيا هي تتضمن شقين، شق عملي نعم. وشق نظري. كمفهوم سونوغرافيا ممكن راح نتطرق له ممكن خلال في اللقاء. نعم. بس نتكلم المتضمن هو شق عملي شق نظري. شق النظري هو عبارة عن جانب ثقافي فلسفي على مستوى النصوص المسرحية، وكذلك على مستوى الأفكار اللي يطرحها الدارس، ومن المستوى العملي هو جانب آخر يقدمه الدارس من خلال قراءته للنص المسرحي ويطبق عليه في مفهومة وفكرة وغيرها من الأمور اللي خاصة في عناصر العرض المسرحي. نعم. خذينا فكرة عن الورشة، ولكن شو هو مفهوم السينوغرافيا للناس اللي ما تعرفها بالضبط؟ مفهوم السينوغرافيا هو مفهوم جدا بسيط. نعم. هو تجمع بين عناصر العرض المسرحي مثل الديكور والأزياء والإضاءة، وكذلك داخل فيها الموسيقى وتشكيل حركة الممثل. نعم. ممكن نصيغها في جملة واحدة، هو تشكيل الصورة المرئية. تشكيل الصورة المرئية هي شنو؟ ممكن صعبة على المشاهد أو المتلقي أو أي شخص ما يعرف كلمة سينوغرافيا. نعم. حاليا احنا موجودين في فضاء مسرحي أو في فضاء موجود في الاستديو. الكادر اللي ياخذه المخرج حاليا هو صورة بصرية جميلة ياخذها من خلال كادر معين، ياخذ عمق موجود على الخلفية، وكذلك إذا كان في الميديوم شوت أو في اللونج أو في الواسع. نعم. كمفهوم هي صياغة العرض اللي موجود من خلال نص مسرحي. نعم. هو تشكيل صورة بصرية بصياغة تشكيلية من خلال نص مسرحي فيه أحداث معينة تنطلق عليه، تربط بين الديكور والأزياء والإضاءة والصورة اللي هي الموسيقى، فتجمع صورة بصرية كاملة. نعم. دكتور فهد، شو هي الأدوات المستخدمة لعمل هذه المجسمات في هذه الورشة السينوغرافية؟ إذا تكلمنا في الورشة الأدوات في الورشة وبعد الورشة، لأن أحس في الورشات تكون الأدوات مو موجودة كاملة، صحيح؟ مو مثل بالورشة هو تصغير للمسرح. نعم. صحيح. فنبدأ بعمل مكيتات. نعم. موجودة، بس في البداية قراءة بسيطة لفكرة معينة عبارة عن 3 أسطر 4 أسطر، ونبدأ نحول هذه الفكرة إلى صورة، من كتابة إلى صورة، فتختلف من شخص لشخص. شخص يبي يحول هذه الكتابة أحداث في مقهى، أحداث مثل ما احنا موجودين حاليا في استديو، ويسوونها في إيدهم كل شيء، كل شيء أعمال يدوية. أوكي. أعمال تتحول من الصورة أو من الكتابة إلى صورة. الجانب الإيجابي اللي فيها، الأغلب اللي موجود ممكن أعمال، ممكن قدم أعمال عمل واحد، أو في أشخاص جدد على يعني مبتدئين في المسرح،
الجميل اللي فيها فيها صغير وكبير. نعم. وعملنا عمل جروبات في تحديد هذه الأعمال لطرح أفكار مثل اللي كانت لمسرح الطفل أو غيره لمسرح الكبار أو المسرح الجاد اللي هو المسرح الأكاديمي اللي حاليا راح يقدمونه إن شاء الله في شهر 9 لمهرجان نعم. كلباء للعروض القصيرة. فرشة السينوغرافيا أي أعمال عيبتك أكثر؟ أعمال المسرح للكبار ولا للصغار؟ سؤال والله واحد. لا لا، وإن كان للكبار أو للصغار كل 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 ثيمة لها طابعها الخاص. نعم. لها طابعها الخاص وألوانها كذلك. اللي أبدعوا كمشاركين؟ والله في مجموعة مقدمين أعمال جميلة. نعم. أنا حبيت إن أنا يعني أخلي المجموعات مع بعض لفهم ما هو المسرح. نعم. المسرح هو عمل متكامل. كذلك حاليا في الاستوديو قاعد نشوف شبكة من الشباب اللي موجودين، إن كان خلف صحيح. الكواليس، مصورين، مخرج فعلا. معد، مذيع، مذيعة، كل عناصر العرض المسرحي أو نسينا كمان مصمم الديكور صحيح. كلهم مجموعة مع بعض، هذه الثيمة اللي انخلطت مع بعض تقدم لي عرض جميل يليق لشخوصهم أوكي، ويليق كذلك لإمارة الشارقة والفجيرة والإمارات كلها. نعم يعني صحيح. خبرنا عن مدى تفاعل المشاركين والأشخاص اللي شاركوا في هذه الورشة في تصميم المجسمات، في خلينا نقول النتيجة النهائية للسينوغرافيا. النتيجة النهائية أتمنى يعني تكون يعني أكون أنا راضي عليها. نعم. أول شيء ويكونون هم أنهم راضين عليها. الجانب نعم. اللي هم راضين فيه بدأوا يقدمون فكرة متطورة فيها عناصر ميكانيكية، يعني مثل عندي 4 طلاب قدموا فكرة ما هو يعني آلة تتحول من المستقبل، من الماضي إلى الحاضر، من الحاضر إلى المستقبل بطريقة ميكانيكية، تحريك قطع الديكور في عامل الزمان والمكان. فبدأوا نعم. يشتغلون على هذه الفكرة، فكرة بسيطة جدا. نعم. من مواد بسيطة عبارة عن نايلون وورق وبعض الأخشاب البسيطة اللي لقوها في الشارع. نعم. حولوها هذا الريسايكل، حولوا الأدوات هذه إلى مسرح متحرك بطريقة جدا جميلة فيها نعم. فكرة. أهم شيء تكون الفكرة واصلة صحيح. هذه كانت الفكرة جدا جميلة منهم فقدموها بشكل نعم. حلو. يمكن يعني ما تكون عندهم الأدوات الكاملة لمصمم الديكور، ممكن عندهم أدوات كاملة لفكرة معينة. نعم. أنا من جانبي أفتح لهم بعض المفاتيح اللي يقدر يشتغل ساعد. عليها ويقدم نعم. فكرتها. زين، هل في اتفاقية بين مصمم السينوغرافيا والمخرج المسرحي، وخاصة أن في النهاية نهاية العمل المسؤول عنه أحس وايد المخرج يعني، وله رؤية خاصة يعني، ممكن أنه يرفض أو يوافق على هذا العمل؟ ممكن مخرج العمل الحين مخرج التصوير هم راح يزعل شوي علي. في المستقبل راح يكون للسينوغرافي نعم ممكن يتماشى مع المخرج. نعم. ممكن يوافقوني في بعض الأحيان، في ممكن يخالفوني في بعض الأحيان، لكن في وقتنا الحالي المخرج والسينوغرافي عشان يسمى مخرج سينوغرافي ومخرج درامي والمخرج المسرحي كذلك هم يتماشون مع بعض على ثيمة واحدة. إذا ارتبطت هذه العناصر مثل أدوات نعم. المخرج وأدوات السينوغرافي اللي تكلمنا نعم. عنها، ديكور وأزياء إضاءة وغيرها من القبيل، راح نطلع بناتج جميل في عناصر عرض مسرحي. ممكن أنا أقولك في المستقبل أوكي نمسك دور شوية المخرج ونبدأ إحنا كسينوغرافيين نبدي دور نعم. المخرج علشان هو في النهاية يختار نعم. صورة بصرية جميلة من خلال نعم. تحريكة لبعض يعني حاليا هو في عندنا حركة ميكانيكية اللي موجودة مثل الشاريو اللي موجود يتحرك بالكادر نعم. فيأخذ صور جمالية. على فكرة أنا بي وياكم وبصبح أيضا مصممة سينوغرافيا وياك. الفنان الكويتي فهد المذن دكتور في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت وقسم الديكور المسرحي ومقدم ورشة السينوغرافيا في دورة عناصر العرض المسرحي، نورتنا اليوم في استوديو. الله يحفظك، خليك مشكورين، قواكم الله. مشاهدينا تريونا باكر في نفس الموعد، في أمان الله.